نجحت واشنطن عندما انشغلت موسكو بحربها في أوكرانيا؟ لعل هذا المشهد لعلم المعارضة السورية إلى جانب علم الإدارة الذاتية للمرة الأولى يعكس ذلك وإن جزئيا. فاحتفال قوات سوريا الديمقراطية بذكرى ما يسمى الثورة السورية لا يبدو منفصلا عن سياق طويل جهدت فيه الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر بين حلفائها المتخاصمين. سلوك قصد الجديد لم يقتصر على رفع العلمين بل تجاوزه إلى الخطاب. هنا اجتماع ضم وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية وما يسمى بمجلس إدلب الخضراء ناقش ما وصفه المجتمعون بتصحيح مسار الثورة تزامنا مع ذكرى انطلاقها، وهو ما لم يعترف به كرد سوريا يوما. مصادر الميادين تشير إلى أن واشنطن تهدف لفتح قنوات وتبادلات تجارية بين قصد ومناطق سيطرة المجموعات المسلحة بدل أن يكون ذلك مع الدولة السورية، ما يزيد الضغط على دمشق ويعمق تداعيات قانون قيصر الذي استثنت منه واشنطن مناطق قصد. سياسيا، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان جولدريتش موفدا لمناقشة الحل السياسي مع رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد على أساس المرجعيات الأممية. أما ميدانيا فتكثف واشنطن تعزيزاتها العسكرية، 4 دفعات من الأسلحة وصلت إلى القواعد الأمريكية في الشرق السوري خلال شهر واحد، وتم نقل أكثر من 1200 عنصر من داعش من سجون الشداد وريف دير الزور باتجاه شرق الحسكة وشمالها. يبدو أن واشنطن تستغل اللحظة الدولية بما يمكنها من الضغط أكثر على دمشق سياسيا واقتصاديا، مطمئنة لما تعتبره انشغالا روسيا. ليبقى الأمر مرهونا بأسئلة أبرزها: كيف ستتمكن واشنطن من إقناع أنقرة بتعويم قصد؟ وماذا تحضر سوريا وروسيا والحلفاء لإفشال الهجمة الأمريكية المرتدة؟ دمناصيف دمشق، الميادين.